طيب هوني عندنا الانترسكسيون للسيركل، انترسكسيون انتر اون دروات اي ان سيركل. اوكي بيجي هيدا اكزرسيس. اذا عندنا سيركل عندها سنتر اي 2 1 وعندها ريون راديكال 5، بيقلنا اول شغله اكري ان ايكواسيون دو سي سيركل. نحن اخذنا الفورم جنرال للسيركل شو هو. اذا عندنا سنتر اي اون جنرال، إذا عندنا سنتر اي عندها كوردوني ا بي وعندها ريون ار، الفورم جنرال هو اكس موان ا او كاري بلس ايغريك موان بي او كاري ايغال ار او كاري. دونك صار عندنا الاكواسيون دو سي اي، بنحط ال ا بقيمتها. ال ا بقيمتها شو هي؟ ال ا ال ا هي 2 وال بي هي ا. فصار عندنا هون اكس موان 2 او كاري بلس ايغريك موان البي هي ان او كاري ايغال ار او كاري. الار هي راديكال قلنا للسانك، فراديكال للسانك او كاري صارت سانك. اوكي طيب السؤال اللي بينطرح شو هو؟ اذا عنا دروات دي عنده اكواسيون اجري ايغال اكس موان دو. طيب بيقلنا السؤال ديترميني لي كوردوني دي بوان دانترسكسيون انتر سي، يعني ما بين السيركل سي ما بين الدروات اي دي. سوليوشن، نحن معنا الايكواسيون للسيركل هو اكس موان 2 او كاري بلس ايغريك موان او كاري ايغال 5، وعندنا الدروات دي ايغريك ايغال اكس موان 2. بنحط الايغريك بقيمتها، وين بنحط الايغريك؟ هيت اي ايغريك بنحط اكس موان 2 مطرح الايغريك. صار عندنا اكس موان 2 او كاري بلس مطرح الايغريك هيدي، حطينا x-2 او كاري x-2 اللي هي هون بتاعت الدروات دي، منكفيها موا 1 اوكي او كاري ايجال 5. عملنا هون x، هون عندنا موا 2 وموا 1 صارت موا 3. طيب عملنا هون ديفلوبي اللي هي اكسباند، صار عندنا x2 موان 4 x بلس 4 بلس، عم نشتغل على قاعدة الـ a موان b او كاري x2 موان 6 x بلس 9 ايجال 5. جمعنا x2 مع x2 صار عنا 2x2، عندكن موان 4x موان 6x يعني موان 10x، 4 و 9 ايجال 13 ايجال 5. طيب هون جبنا 5 هون لهي الجهة صارت موان 5 ايجال 0، يعني صار عنا هون بلس 8. بهالحالة صار عنا dx2 موان 10x بلس 8 ايجال 0. هاي بنشتغلها على الدلتا لأنه شكلها ax2 بلس bx بلس c ايجال 0. بنشتغلها على الدلتا، بنجيب الدلتا هي b2 موان 4ac، بتطلع أكيد الدلتا هي بوزيتيف. بنطلع الراسين اللي هن الروت، هن ال x1 وال x2، ال x1 بتطلع هي a وال x2 هي 4. طلعنا الاكس، هلا بنطلع الايغريك. من وين بنجيب الايغريك؟ من هون من الايكواسيون للدروات. الايغريك ايجال اكس موان 2. لما بتكون الاكس، اول شيء لما تكون الاكس ايجال 1 الايغريك هي صارت 1 موان 2. هيا لما عندكم سي اكس 1 اول روت هو 1، الايغريك 1 هي اكس 1 موان 2 حسب الدروات دي فوق. صار عندكم ايجال، حطينا الاكس بقيمتها هي ا موان 2 ايجال موا ا. صار عندنا سمينا البوان دانترسكسيون هي ا، سميناها ا، عندك اوردوني الاكس هي ا والايغريك شو طلعت؟ موا ا. نفس الشيء لما الاكس 2 ايجال 4 صار عندكم الايغريك 2 هي نفس الشيء اكس 2 موان 2 ايجال، يعني 4 موان 2 ايجال 2. صار عندنا البوان دانترسكسيون هي 4 والايغريك هي 2. اوكي هيك جبنا الانترسكسيون للسيركل سي والدروات دي، هن بنقطة A هي A موا A والB هي 4 2. وهون الرسمة مش مطلوبة منكم، بس هون رسمناها لنوضحها أكتر. رسمنا السيركل سي ورسمنا الدروات دي إجريك إيجال إكس موان 2. الانترسكسيون هن على الشكل التالي، طلعت هي A موا A عندهم كأردوني وهي 4 2 حسب الرسمة، حسب الكالكول بيطلع نفس الشيء. اوكي فهون مثل ما قلت لكم، بس بتعوضوا مطرح بيعطيك ان ايكواسيون لسيركل بيعطيك ان دروات دي، ف
فبتعوضوا انتو مطرح الإجريك تاعت الدروات دي، بتحطوها وين؟ بالإكواسيون للسيركل، بتحصلوا على إكواسيون دي سيكون ديجري، بتجيبوا من خلاله السوليسيون اللي هن الإكس أن والإكس دو، وبس تجيبوا الإكس أن والإكس دو كيف بيطلعوا الإجريك أن والإجريك دو من خلال الإكواسيون للدروات. يعطيكم العافية.